هعمل صوص المكرونة. هجيب زيت الزيتون هنزل بيه هنا، هنسيبه يسخن لمدة دقيقة. في الدقيقة دي هقلب تقليبة كده للحمة، اللحمة ما تاخدش وقت خالص على النار. حلو؟ هاجي هنا وهجيب إناء كده نضيف، تعالوا نبص عليه بصة عشان نقلب فيه. اه ده حلو قوي. واروح جاي هنا حاطط السماق على البصل. خلاص انتوا حفظتوا انا بحب قوي الايه السلطه دي مع كتير من الحاجات اللي انا بعملها. واديله كده ايه تقليبه. ليه بعمل ده؟ عشان ده اللي انا هغرف عليه كفته اللحمه. ممكن اديه رشه ملح ورشه فلفل اسود. تقليبه كمان، ناخد اوراق الكزبره ننزل بيها هنا ونروح لطبق التقديم اللي هنقدم فيه اللحمه ده. ونروح جايين كده اهو، يلا بينا. الطبق ده اللي انا هقدم فيه اللحمه، هروح جاي هنا كده في طبق التقديم ده واروح حاطط الكفته. يلا بينا. حطينا خلاص هنا كده ايه فرشه الكفته. طب وبعدين؟ تعالوا نشوفوا بعدين. الكفته على النار خلاص اهي قربت، هروح جاي هنا جايب البصل. بصوا بقى تشويحه البصل ماشيه ازاي. المكرونه دي بتاخد بالظبط دقيقه ونص. تعالوا نحسب مع بعض الوقت. انا دلوقتي كده شوحت البصل، عايز اشم ريحته. شميت ريحته، اول ما تشم ريحه البصل تروح نازلين بالثوم والفلفل الحامي. لو انتوا مش تعرفوا تاكلوا فلفل حامي لاي سبب ما، يبقى تحطوا فلفل رومي. تقلبوا تقليبه، لما تشموا ريحه الثوم تروحوا حاطين الزيتون. اتفضل يلا بينا. هدي تقليبه هنا كده، لازم المكونات تفضل فريش كده. معلش يا فهمي ورينا ده، انا عارف ان انت وقتك قصير بس عايزين نشوف ده. المكونات ما بتسيبهاش تتشوح لغايه ما لونها يتغير. المكرونه دي سريعه جدا. هحط معجون صلصه الطماطم ومقدار من عصير الطماطم بس. اروح جاي هنا كده بقى ايه واخد المكرونه واسيب المكرونه معاها لمده دقيقه تتشرب بس كده ايه بصوص الطماطم. تعالوا نبص على كفتة اللحمة اللي احنا هنقدمها دلوقتي حالا. يلا بينا يلا بينا. بصوا على جمال. يلا تعالوا كده ناخد كفتة اللحمة ونقدمها هنا. بصوا كفتة اللحمة عاملة ازاي. بعد دقيقة كده على النار نقدر ان احنا ناخد المكرونة. هنلفها لفة كده في الطاسة وبعدين نطلع بيها هنا فلفة تاني كده وايه نقدمها هنا في الطبق. لسه هنحط عليها بقى الزيتون بتاعها الجميل، الحاجات الجميلة بتاعتها دي حالا دلوقتي عشان نشوف شكلها عامل ازاي. مكرونة بصوص الزيتون والفلفل الحار والبصل. ده كان الجزء اللي احنا بنعمل فيه اكل براحتنا. الجزء الجاي هيكون معانا، هيشرفنا او هتشرفنا بقى وهتنورنا ضيفتنا العزيزة اللي ما اصبحتش ضيفة خلاص، بقت جزء من البرنامج وبقت واحد من افراد برنامج مطبخ البلد، دكتور لونا الحفني. هتنورنا وتشرفنا عشان تكلمنا عن سمنه الاطفال، كيفيه حمايه الاطفال من السمنه. استنونا.